أخبار المهرية باختصار. قتيل وجرحى في اشتباكات داخل معسكر 7 أكتوبر التابع للانتقال في مدينة جعار بمحافظة أبين. مصادر عسكرية قالت إن الاشتباكات اندلعت إثر خلاف على صرف مرتبات المجندين في المعسكر. الاتحاد الدولي للصحفيين يطلق حملة دولية للضغط على الحوثيين من أجل الإفراج عن 4 صحفيين يواجهون حكما بالإعدام. الاتحاد دعا جميع المنظمات النقابية والصحفيين في جميع أنحاء العالم للمشاركة في الحملة الدولية. تقرير حكومي يرصد نزوح أكثر من 11,000 شخص خلال يناير الماضي. التقرير وثق حركة النزوح في محافظة مأرب وتعز والحديدة وأبين. أزمة بين إدارة ريال مدريد ومديره الفني كارلو أنشيلوتي لعدم الاعتماد على هازارد في المباريات، ويسعى النادي إلى رفع القيمة السوقية للاعب البلجيكي إذا كان سيعرض للبيع في الصيف المقبل. باحثون سويسريون يطورون جهازاً يزرع في العمود الفقري ويمكن المصابين بالشلل من السير. الجهاز لا يزال في مرحلته التجريبية ويستعمله المرضى في التدريب على المشي لتنشيط العضلات. إلى اللقاء باختصار آخر.